بعدين بقى، شكلنا مش هنعرف نشتغل في ام الشركه دي. حسن ركز باللي بتعمله يا حسن، وخلي بالك عينيك تقع منك. يا بنتي سيبيه، النهارده الفرجه هتبقى للركب. اشمعنى؟ لا مش عايزه احرق لك الاحداث، اتقلي شويه وهتتفرجي بنفسك. يعني اجيب الفشار ونضارات 3 دي؟ ال 7 دي. ايه هالة؟ مش هتقطعي تذكره معاهم انت كمان ولا ايه؟ هي بتقول ايه؟ لا ما بتقولش حاجه، سيبيها بنتي في اللي هي فيه. لما الشو يبتدي اللي ما يشتري هيتفرج. انت بني ادم سافل ومش محترم، وانا غلطانه اصلا وصلت بواحد زباله زيك. الكلام ده ليه انا؟ امال خيالك؟ هو في حد في المكتب هنا غير انا وانت؟ ولا كنتش اتعاملت؟ طب اهدي بس كده وقولي لي في ايه مالك؟ ازاي يا استاذ يا محترم يا مدير اهم شركه شحن في الميدل ايست تطلع عليا انا اشاعات؟ اشاعات؟ اشاعات ايه؟ مفيش حد من الموظفين بتوعك ما يعرفش ان احنا مرتبطين، وان انا يا حرام دايما فهوكوا بتقطع. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ امال ليه يا استاذ يا محترم ما جيتش تشوفني في المكتب وطلبت مني ان انا اجي لك هنا عشان تثبت للموظفين بتوعك ان في حاجه بيني وبينك؟ هديني اللي قالك الكلام ده ولا احط صابعي الاثنين في عينيه. بس كده؟ اوكي، بس افتكر ان انت اللي طلبت. رايحه فين؟ استني هنا الله يخرب بيتك. معلش يا جماعة ممكن بس تركزوا معايا ثانية واحدة؟ مين فيكم هنا عارف إن أنا على لقب مستر جلال؟ ممكن اللي عارف يرفع إيديه؟ وطبعاً مصدر الإشاعة العظيمة دي هو برضه مستر جلال بنفسه، ممكن اللي عارف إن هو المصدر يرفع إيديه لو سمحتم؟ كفاية اللي أنتِ بتعمليه ده، إحنا هنا في مكان شغل. ولما أنت عارف إن هو مكان شغل، عمال تقلب حواديت شخصية وعمال تبخها في ودان الموظفين بتوعك، إيه؟ بتوصل رسالة لمين؟ من الواضح كده يا جماعة إن مستر جلال مش لاقي حد يعبره، فعايز يعمل فيها دونجوان على قفايا. كلمة واحدة تانية وأطلب لك البوليس. اتفضل، وريني هتقول لهم إيه؟ لعلمك بقى، أنا مخطوبة لضابط مباحث، ولو عارف المصيبة اللي بتحصل هنا هيظبطك. نعم، هيظبطني. من يوم ما دخلت الشغلانة دي وشفت فيها متحرشين وأوباش، بس كلهم أنضف منك، عارف ليه؟ علشان واضحين، ما بيلفوش من ورا ظهري ويألفوا حكايات ما حصلتش. على إذنك يا مستر. لا برافو، موديل وبتعرفي تمثلي. يلا خلاص الشغل خلص، كله يرجع لشغله. يخرب عقلك، ده انت خليتيه فرجه قدام الناس كلها. لا برافو، احسن عشان يتربى. امال هنا راحت فين؟ مش عارفه راحت فين.